question. Si vous traitez votre zone, vous savez rien. Vous savez rien. Ce sera réinfesté par d'autres zones. Un traitement systématique. Est-ce qu'on va mettre à la disposition de votre PC ou dans le... Le dispositif. Là, on veut mettre des moyens humains. Vous avez un projet comme 400 pulsars. احنا رانا هنا في مكافحه الجراد الصحراوي يعني الكريكي بيلرا والجراد الصحراوي هذا في الاول ما كانش يعني لي سينياليزاسيون تاعو كيما لازم مما ادى للانتشار نتاعو في الحلال تاع للعرب اليرقات هذو واليرقات هذو اسمها هي الخطر علينا بزاف اكثر من لادولت لانها تاكل بزاف وتنتشر وتمشي بزاف وقادره وين هذه اذا كان زادت طارت ودارت الجنحين وطارت ديبلاصات جهه اخرى تسبب يعني كوارث كبيره. ولهذا يعني جنبنا كل الوسائل اللي عندنا منها الشاحنات، الجرارات، الالات الرش الميكانيكيه فوق الظهر، المبيدات يعني كلها كاينه وبواسطه البلديات اللي راهم مساعديننا. يعني لا باس راهي الحاله ماشيه وننجموا نقولوا باللي الحاله هذه رانا يعني ما نقولوش ميتريزي 100% مي ميتريزينا بلوز او موان لا سيتياسيون. فيما يخص الجراد المغربي كما كل سنه راها تقريبا من الفينات والجراد المغربي يغز ولايه سعيده وما خص المعمورة حساسنا وسيدي أحمد السنة كانت التأثيرة منتظرة لماذا؟ لأن نعرف بلي في كل فانتسيكل تاع الجراد يخلي البيض تاعو اللي يعاود ينتشر في السنة المقبلة وهذا الشيء يبدا من الخريف من الربيع يبدا من الربيع وكنا منتظرين بلي تعاود تخلف هذه الأشياء هذه الآفة وهذا الشيء اخر مارس درنا الشبكه تاع الاعلام لو ريزو دو سيرفيونس اي لي بروميي سينياليزاسيون ايتي اوبسيرفي او نيفو دو العمار نار كيكشوز كوم سا اي لو بروميي ديسبوزيتيف ا ايتي انستالي دون سو سونس بور لا لوت ا بارتيز دو 12 افريل اي لي تريتمون ايتي déclenché aussitôt en présence du secrétaire général Amin Naam d'El Wilaya. Et cette couverture, et je parle uniquement de la commune de Mamoura, qui se sont étendues par la suite au niveau de toutes les zones infestées, et notamment Sidius, où là l'ampleur a été plus large, où il a fallu mettre, ou plutôt il a fallu faire appel à l'intervention de traitements aériens qui ont touché notamment cette zone. Et je dirais que le criquet marocain, on l'a pris de vitesse pour qu'il n'arrive pas à se reproduire et recréer de nouvelles fois les champs de ponte. Et ça a été l'objectif. على كل حال في اطار مكافحه الجراد المغربي والجراد الصحراوي احنا بدينا بالعمليه في 7 افريل بمكافحه الجراد المغربي حتى حوالي 30 افريل اما في ما يخص الجراد الصحراوي بدينا المكافحه نتاعو في 23 ابتداء من 23 افريل وكان سياده الولي درنا اجتماع قبل الانطلاقه نتاع الحمله وكان سطرنا اربع اهداف اللي ما لازمش يعني اللي لازم نحافظ عليها بكل ما نستطيع. الهدف الاول هو المحافظه على المحميات على غرس الاشجار العلفيه في السهوب فيما يخص بلدية المعمورة، بلدية سخونة وكذا قليل في بلدية سيدي أحمد. والهدف الثاني هو حماية المحاصيل
المحاصيل الكبرى الموجودة في هذه البلديات. ثالثا الحفاظ على كل الجهود اللي دارت في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحة.